الرحمن الرحيم. فقال فرعون ضروها ليقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. بعد التعاطف الكبير الذي لقيه الشاب محمد زينون بعد انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتل القرآن بطريقة شجية وحالة التشرد بادية عليه، طفت على السطح رواية مختلفة ومتبينة عن حقيقة هذا الشاب، والتي كان أقواها أنه تعرض لأزمة عاطفية تسببت له في اضطراب نفسي تاه بسببه في المدن الكبرى بحثا عن شيء مجهول. وبين الانتقام والسحر والمرض النفسي، أكد والد محمد زينون في اتصال هاتفي مع الأيام أن ابنه المزداد بمدينة إنزكان تشيرا وبعد بلوغه 5 سنوات استقر في منزل جدته بمراكش، هوايته الغناء والعزف ويشتغل على آلة الكمال والناي. وبين الانتقام والسحر والمرض النفسي، أكد والد محمد زينون في اتصال هاتفي مع الأيام أن ابنه المزداد بمدينة إنزكان تشيرا وبعد بلوغه 5 سنوات استقر في منزل جدته بمراكش، هوايته الغناء والعزف على آلة الكمان والناي ويشتغل بمنهى الليل بمراكش. وبحسب رواية والده للأيام فهو إنسان عادي وطبيعي ويحظى بسمعة طيبة باعتباره شخصا محبوبا بين أوساط أصدقائه وأقاربه. أما عن علاقته بفتاة تشتغل بمجال الحلاقة وأنه كان ينوي الزواج بها، نفى والده معرفة هذا الموضوع جملة وتفصيلا. وبخصوص قصته مع المرض والاضطرابات النفسية، أكد والده أن محمد على هذه الحالة منذ 5 سنوات، حيث يختفي بين الفينة والأخرى ليومين أو 3 أيام ثم يعود بشكل طبيعي إلى المنزل لمواصلة عمله وحياته.